السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مشاهدين ومستمعين قناة الريان. صباح يشرح القلب قدومه ويطري النفس بنوره، وعسى الله يجمل أوقاتكم بالرضا والسعادة ويثمر مساعي هالصباح بكل خير. ويا هلا ومرحبا بكم في الصباح رباح، ويا هلا دعاء، يا هلا حصة، اللهم آمين. صباحكم الله بالخير مشاهدينا، صباح الأجواء الجميلة الصافية، صباح الابتسامة اللي تزين نفوسنا وتزيدها راحة وصفاء. طبعا حلقة اليوم مشاهدينا بنركز فيها على أكثر من فعالية وموضوع، ولا سيما الأنشطة الثقافية، ومنها معرض السردال في مركز الفنون في سوق واقف اللي يستعيد تراث الآباء والأجداد من بيئتنا البحرية القطرية. ومثل ما أنتم شايفين طبعا مشاهدينا بترافقنا خلاله زميلتنا نيلة الملة. وايضا مشاهدينا دام كلنا نشهد يعني اجواء عطله الربيع بنتناول عدد من الفعاليات المتعلقه، ومنها ايضا بنناقش مع الاستاذه مريم الدوسري كيفيه تنظيم الاهل اوقات ابنائهم خلال عطله الربيع. نظمتي جدول العيال ولا؟ يعني هو تقولين تنظيم ومش تنظيم، يعني انا حطيت لهم انه يوميا لازم اوديهم مكان، بس لين الحين ما حطيت جدول ان لازم احط لي خريطه الانشطه والفعاليات، طبعا من ضمنها مهرجان الربيع. بناء عليها ببتدي ان اوديهم كل يوم مكان على اساس يتعرفون على الانشطه اللي حاصله، لكن حاليا احس ان لين الحين ما بدينا الجدول بشكل فعلي. اي انا مثلك ما بديت الجدول بشكل فعلي، اللهم شيء واحد ان يعني فكره ان الحين هم في مرحله اي شيء يشوفونه يقرونه، فيعني اشتغلنا على مجموعه يعني من القصص اللي هم حابينها، فقاعدين يعني يقرونها على اساس نشوف حصيلتنا يعني في نهايه الاجازه ايش كثر، وابي اطلعهم يعني طبعا بعد من هذه الاجواء على اساس انه يكون يعني بعد يعني في تنوع، واكيد بنستفيد من يعني الاستاذه مريم الدوسري. صحيح، يعني في وقتها بصراحه لان للحين ما بدينا. بالضبط هذا. طبعا نبتدي حلقتنا مثل المعتاد مع ابرز الاحداث الثقافيه والانشطه اللي شهدها بلدنا الحبيب. نعم. طبعا في عندك اللي هو خيمة الخاص بالتسوق؟ ايوه، خيمة مهرجان التسلية التجاري الثاني، لأنه كان في الأول، الحين هاي الثاني طبعاً للتسوق. ويعني بالنسبة حق الأم خلينا نقول والعيال يعني والأب كعيلة كاملة اللي حابة إنها تتسوق وعيالها يستمتعون، ففي في هاي المهرجان تسلية في الخيمة فيها الملابس والإكسسوارات والأدوات المنزلية والعطور، بالإضافة إلى الألعاب اللي موجودة هناك في مساحة مفتوحة بالنسبة. صحيح. للأطفال اللي حابين إنه يعني طبعًا هي للمرة الثانية، يعني أيوة. اللي ما راح المرة الأولى هي الخيمة للمرة الثانية، بس إيه؟ الألعاب موجودة من قبل. إيه؟ طبعًا يفتح المعرض أبوابه من 11 صباحًا حتى 10 مساءً، والمعرض مستمر حتى 23 فبراير. طيب عندنا احنا للمرة الأولى في الشرق الأوسط تستضيف كتارة معرض سلام مكان للفنانة التركية كانان دقدلن في المبنى رقم 18، واللي تجمع فيه الفنانة بين الهندسة المعمارية والفنون أيضا التشكيلية، وتركز أيضا في أعمالها على قضايا لها علاقة بالتقاليد الثقافية وأصولها الخاصة. وقتها بيكون الساعة 10 الصبح لغاية الساعة 10 مساء، مستمر هذا المعرض لغاية 22 فبراير. جميل. طبعا بما أن يعني المعرض مثل ما قلتي للمرة الأولى، حلو، خلينا نشوف تقرير عنه مع مشاهدينا. يلا. سلام ميكان هو عنوان المعرض الذي يحتضنه الحي الثقافي كتارة للفنانة التركية كانان دقدلن، وجمعت فيه الفنانة ما بين الهندسة المعمارية والفنون التشكيلية، فشكل المعرض مزيجا مميزا بين اللوحات والمجسمات. كل قطعة في المعرض تحتاج إلى وقت في التأمل ليستوعب المشاهد مقصدا من المعاني الكثيرة التي قصدتها الفنانة في أعمالها. أشكال هندسية يغلفها البياض وهو لون الفنانة المفضل دوما. هنا سرب من الكائنات الطائرة أو اليعسوب، صورة بانورامية عن لحظة الطيران مع تفاوت الأمكنة بين هذه الأشكال، وعليه فالفراغ بين الأجزاء أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى كانان دقدلن، والتي تركز دائما في أعمالها على قضايا لها علاقة بالتقاليد الثقافية في عصر العولمة.
إذ كثيرا ما تتناول في أعمالها الأشكال والهيئات التي ترتبط بالثقافة التقليدية الماضية، وهو ما يوضح أيضا اهتمامها الكبير بالعلاقة ما بين الزمن والذاكرة في الصور الفوتوغرافية وأشكالها المعمارية المنوعة. مثل ما قلتي يعني غريب غريب، وتحسين إحساس يعني يشدك أن تحضرينها. أيوة. وتشوفين يعني تشوفينها على أرض الواقع. طبعا إحنا ما زلنا معاكم مشاهدينا نكمل فعالياتنا، ما زالت مستمرة طبعا معنا احتفالات ومهرجانات الربيع اللي عندنا، واحدة منها في سوق واقف. الأنشطة الموجودة هناك تشهد يعني توافد كبير من العوائل داخل الدوحة وخارجها من الدول الشقيقة المجاورة، اللي قاعدة تستمتع بالفعل بالعروض والنشاطات المقامة، مثل عجائب طيور الشتاء والرجل الثابت، وعندنا أيضا المشي على الحبل ورجال في المعاطف وغيرها وغيرها من الفعاليات الموجودة. قولي لي ايش عندك؟ انا الله يسلمك عندي طبعا للي حابين انهم يضربون عصفورين بحجر، حلوه الطريقه جدا حلوه. عندنا التسوق والاطلاع على احدث صيحات الموضه، وفي الوقت نفسه الاستمتاع ب يعني بلوحات جميله من الفن التشكيلي، معرض قريه الشعراء للفنان التشكيلي علي حسن الجابر داخل متجر QELA في لؤلؤة الليطة. اعتقد انه اذا بننطقها كامله بتكون كويلا، في لؤلؤة قطر، في الوجهه اللي طبعا هي الوجهه اللي ننصحهم فيها عشان يضربون عصفورين بحجر. طبعا يعني صمم المتجر باسلوب يقدم تجربه ثقافيه فريده من نوعها، اتخذت من ابداعات الفنان القطري علي حسن مصدر لها، حيث ترتبط لوحاته الموجوده في المتجر مع المنتجات المعروضه. حلو، يعني حتى اسم المعرض قريه الشعراء وجود يعني وجوده في هذا المحل، يعني تحسين فيه تعارض، لكن شلون طريقه الدمج يعني يا ترى؟ ما انا قاعده اتخيل لوحات فنيه يعني فن تشكيلي وفي نفس الوقت ازياء، يبينا نروح نشوف شو صار الربط بينهم. اي والله صار لنا فتره ما طلعنا يعني مع بعض وزيارات مثل هذه، فخلينا يعني الحين عندنا فرصه. طبعا انا عندي هني للراغبين التعرف على الاكل المغربي، يقدم فندق ومنتجع فريج شرق مزيد من النكهات العربية خلال المهرجان المغربي في مطعم الليوان، وينطلق المهرجان تحت إشراف الشيف حسن بحوت اللي حاز على تكريم كتاب جينيس، وراح يتم تقديم خلال المهرجان يعني بعد بيكون فيه تقديم أطبق أشهر الأطباق المغربية والعروض الترفيهية الحية القادمة طبعا خصيصا من بلاد المغرب، وبيكون هناك أيضا عرض باقة غنية من القفطانات المغربية التقليدية، ويستمر المهرجان من 1 فبراير ابتداء من طبعا 6:30 مساء أو عصرا حتى إلى 11 مساء. انزل ومن الطبق المغربي حصه ننتقل الى الطبق في عندنا مشكله مع كلمه الطبق احنا الى الطبق الاكوادوري. مهرجان الطعام الاكوادوري لعام 2014 يستضيفه النادي الدبلوماسي بالتعاون مع سفاره الجمهوريه الاكوادوريه في الدوحه، ما زال مستمر. طبعا يمكن للمشاهدين الاستمتاع بافضل الاطباق الاكوادوريه يوميا وحتى 31 يناير ابتداء من الساعه 6 مساء في منطقه حوض السباحه في النادي الدبلوماسي. وأيضا لكل من يحب يطلع على أعمال الفنانين القطريين التشكيليين، راح يشوفونها في الجمعية القطرية للفنون التشكيلية في معرض الفن التشكيلي القطري اللي يشارك فيه 49 فنان وفنانة من جيل الرواد والوسط والشباب بشراكة مع شركة أوكسي، ويفتح المعرض طبعا في الفترة الصباحية من الساعة 9 إلى الساعة 12 ظهر، وفي الفترة المسائية من 5 إلى الساعة 9 مساء، ومستمر لغاية شهر فبراير يعني بالكامل. طبعا يعني الصور انعرضت وانت تتكلمين حصة. الحين عندنا من وحي التراث، وهي نشاط آخر من وحي التراث والبيئة البحرية القطرية، يستضيف مركز سوق واقف للفنون معرض السردال، اللي احنا تناقشنا في معنى السردال من شوي. نعم. اللي يضم اضخم واكبر عدد من المحنطات البحريه. انا وايد احب المحنطات وتجذبني بصراحه، يعني الاعمال الفنيه لها
خلينا نقول شنو جاذبيتها، لكن حتى المحنطات تحسين انها فعلا تجذب، تبي تشوفين ادق التفاصيل. هاي المعرض فيه يضم اضخم واكبر عدد من المحنطات البحريه باحجام وانواع مختلفه من البيئه الاكتريه، ويعرض لوحات لاسماك ومشاهد لقصص من الواقع ومن تراث ابائنا واجدادنا. يفتح المعرض ابوابه من الساعه 8 صباحا حتى 10 مساء ويستمر حتى 6 فبراير. على كذي دعاء خلينا اذا نشوف هالفعاليه، واللي يعني بنتواصل فيها مع زميلتنا نيلاء الملة اللي موجودة الآن في المعرض وتطلعنا أكثر على تفاصيله. صبحك الله بالخير يا نيلاء. صبحكم الله بالخير زميلاتي، وصباح على جميع المشاهدين. أنا معاكم من مركز سوق واقف للفنون، وبالضبط يعني في معرض السردال اللي يحتوي على التراث يعني الإكتري، يحيي التراث، وأيضا هناك في محنطات للبيئة البحرية اللي موجودة. راح نتعرف أكثر يعني عن هاي المحنطات واللي موجود في معرض السردال مع سلطان المريخي مدير مركز إبراهيم بن علي لإحياء التراث. صباح الخير سلطان. صباح النور، الله يحييك أختي. في البداية لو تكلمني يعني عن اللي موجود في المعرض، وشلون جات لكم فكرة أنكم تسوون هاي المحنطات؟ طبعا رحب فيكم في معرض السردال في سوق واقف، طبعا تحت رعاية مركز إبراهيم بن علي لإحياء التراث. طبعا بالنسبة حق المحنطات، احنا معرضنا يحتوي على عرضين، العرض الأول اللي هو المحنطات، والعرض الثاني اللي هو اللوحات التراثية المأخوذة من كتاب الكنز للوالد إبراهيم بن علي المريخي. طبعا أول شيء نتكلم عن المحنطات. المحنطات عندنا مجموعة ضخمة من المحنطات اللي تعيش في البيئة البحرية القطرية، وتم جمعها عن طريق مجموعة من الشباب، عن طريقنا احنا قمنا باصطيادها بنفسنا، وجمعنا الأنواع النادرة اللي لم يتم تسجيلها حتى في الثروة السمكية. لذلك عندنا محنطات ضخمة، عندنا مثلا لو تطلعين برا بتلقين مثلا بقارة الصيد. طبعا بقارة الصيد هو نوع من الفغمة موجود عندنا في البيئة القطرية، وتواجد في على يعني على حوالي شبه جزيرة قطر، والحمد لله رب العالمين هو يتواجد بكثرة وعليه حماية قوية من الدولة. لذلك نجد أن أنواع ضخمة تموت على الشواطئ والسبب الكبر في السن. طبعا هي موجودة، وهذا طبعا الحيوان هو عزيز على الغطريين. في فترة العشرينات والثلاثينات كانوا يصطادونه ويجيبونه، والمدينة كلها تحضر هذا المهرجان ويقوموا بتقطيع اللحم ويحولون الجلود هذه الحيوانات طبعا إلى أشياء يلبسونها يعني. ايضا موجود عندنا انواع من المحنطات، اللي عندنا فرس البحر، عندنا انا سميتها المدرعه. كثير من الصيادين اللي حضروا عندنا هنا يقول احنا اول مره نشوف الانواع، وندري ان صيادين قدام يعني اول مره ندري ان هذه الانواع موجوده في البيئه القطريه. عندنا حيوان كبير اسمه يعني اسمه بلبياس، طبعا هو يشبه المدرعه، وعليه على ظهره مثل يعني مثل الاسنان الكبير، بيشوفونه ان شاء الله الجمهور بيحضرون. وعندنا طبعا اسماك قرش ضخمه، وبعد عندنا اللي هو نوع الاقرن. طبعا هذه الاقرن هو يعني سمكه نوع من القرش مهدد بالانقراض، لكن الحمد لله احنا قدرنا نصيده وهو موجود تقريبا طوله 3 امتار. نعم. بالإضافة إلى أنواع ضخمة موجودة أخرى من الأسماك الموجودة عندنا هنا. أنا شفت بعد هناك يعني في الجاليري الثاني هناك في لوحات موجودة تتكلم بعد عن إحياء التراث القطري. هاي اللوحات من اللي رسمها؟ طبعا اللوحات هذه تم إصدارها عن طريق مركز إبراهيم بن علي لإحياء التراث. جاءت الفكرة تقريبا هو فكرة إنشاء أو إصدار كتاب يتكلم عن حقبة مهمة من حقبة الغوص على اللؤلؤ. نعم. طبعا يتكلم عن ناس عزيزين جدا علينا اللي هم الآباء والأجداد اللي ساعدوا، طبعا ساعدوا على بناء كيان الدولة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني في زمن اللا شيء، طبعا اللي هو مهنة الغوص على اللؤلؤ. هذا الكتاب تم رسم اللوحات الفنية الموجودة اللي تشوفونها في المعرض. الفكرة الجديدة أن اللوحات الفنية الموجودة في المعرض هي عبارة عن كتاب معروض للجمهور. كل لوحة في المعرض تم طبعا رسمها بناء على قصة حقيقية صارت في زمن الغوص بحثا عن اللؤلؤ. واللوحات كلها موجودة في هذا الكتاب، تم إصداره قبل 4 أيام تزامنا مع افتتاح معرض السردال في سوق واقف. نعم، أبي أعرف كم سنة صار لكم وأنتم يعني تجمعون هاي المحنطات اللي موجودة؟ طبعا
طبعا اذا احنا بنتكلم بالبدايه عن المشروع كامل، طبعا بدات مسيره اعضاء مركز ابراهيم بن علي احياء التراث عام 1999 قبل 14 سنة تقريبا، ما شاء الله، وحققنا حوالي 17 بطولة محلية وبطولة خليجية واحدة. عقب تحولنا من ناس مشاركين في الفعاليات الى يعني قمنا نقيم الفعاليات مع بالتعاون مع مؤسسات الدولة. نعم. وقمنا بمسيرة تقريبا في 2008، مسيرة طبعا لدعم ملف 2016 اللي هو من مدينة الخور مشينا على الغدام الى سوق واقف. وبعد بالاضافه الى نشاطات بالتعاون، الحين في كتاب ان شاء الله راح يصدر، بدينا احنا نتعاون مع مؤسسه الدوله خاصه التعليميه منها اللي هي المدارس، في كتاب راح يصدر ان شاء الله الحين تعليمي للطلاب عباره عن 100 صفحه تكلم عن فتره الغوص على اللؤلؤ بالتعاون مع اكاديميه الغاده، بيصدر ان شاء الله غريبا خلال ان شاء الله شهور يعني. نعم، يعطيك العافيه اخوي سلطان على هاي المعلومات اللي اضفتها لنا واضفتها للجمهور، انك تقول لهم عن معرض السردال. نتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. الله يحييكم. وايضا بعد مشاهدينا معنا ورود اللي موجوده بعد في مركز منسقه عفوا في مركز سوق واقف للفنون. صباح الخير ورود. في البدايه يعني انا اشوف ان دائما مركز سوق واقف للفنون يستضيف معارض، شلون انتم تقدرون يعني تستضيفون هاي المعارض والفكره انكم تجيبون يعني مثل هالمعرض اللي الحين انتم مستضيفينه هو معرض السردال؟ طبعا احتفالا بمهرجان ربيع سوق واقف حب المركز يستضيف مثل هذا المعرض، له اهميته بال يعني يحيي التراث البحري القطري. طبعا كانت تحت تنظيم واداره السيده روضه المنصوري جميع العاملين في المركز. هذا هو انه طبعا حبينا نستضيف مثل هذه الفئة، ركزنا على الشباب القطري ودعم أفكارهم الفنية وعرض مثل هذه المحنطات واللوحات الفنية في المركز. طبعا هاي فرصة لتعرف الزوار أكبر أكثر يعني على مثل هذه المحنطات وما تحتويه البيئة البحرية القطرية، خصوصا في هذه الأيام اللي مكتظة في سوق واقف و يعني كثير الزوار من خارج البلد وداخله. فاحنا هدفنا ان دائما نكون نجمع مثل هذه العروض حتى نعرف الزوار على يعني اكثر عن البيئة القطرية البحرية والبرية وغيرها يعني. طبعا يعطيك العافية ورود ونتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. شكرا. اشكرك. شكرا مشاهدين، يعني نفس ما شفنا معرض السردال اللي هو يحيي التراث آبائنا وأجدادنا، وهاي المعرض يحتوي بعد على 60 لوحة من أيضا هناك محنطات موجودة في هاي المعرض. ودائما يعني مركز سوق واقف للفنون يحب دائما يستضيف هاي المعارض. مشاهدينا يعني هاي فرصة لكم إنكم تيون أول شيء تشوفون مهرجان ربيع سوق واقف وأيضا تحضرون المعارض اللي موجودة في سوق واقف. هاي كان كل شيء عندي من مركز سوق واقف للفنون، ارجع لكم بنات بالاستديو. شكرا نيلة على هذا الاثراء التراثي البحري، وبالفعل يعني جدا غني يعني محنطات لوحات قصص وبعدين في أشياء حقيقيه الاباء والاجداد، في اشياء الغواصين نفسهم او الناس اللي عايشين في حياه البحر نفسهم ما شافوها، فعيل شلون احنا اكيد انه بنتعجب لما نشوف بنشوف اشياء يعني في حياتنا ما تعرفنا عليها. احنا هنا في الاستديو تعجبنا. ما انا اقول لك يعني بالذات فكره ان كل لوحه تحكي قصه هذه يبينا يعني كم شيء قلت اليوم يبينا نروح الظاهر الانشطه وايد تجذب. انت يعني شوي هدي لا تاخذين وايد الوعود لانه يعني هو وعد واحد والله قدر قدر بس بقول لك هي في قائمه من اولوياتي المحنطات والاشياء هذه. ان شاء الله باذن الله والله يجديك ان شاء الله. مشاهدينا نطلع هذا الفاصل ومن بعده نعود الى فقره الصحف وضيفتنا الاستاذه مريم الدوسري.